السلام عليكم. رمضان كريم. احنا كنتواجدوا هنا مع الاخوان الفنانين ان شاء الله باش نصوروا واحد الكليب لا شونسون ديال المنتخب الوطني، وكما كتشوفوا احنا لابسين لي بول باش نشجعوا المنتخب وان شاء الله كنتمنوا له التوفيق. مراد مجهود، راني متواجد مع خوتي هنايا باش نديروا تنادى المنتخب الوطني. نتمنى ان شاء الله باش يحققوا نتائج زوينه، ونتمنى احنا ان شاء الله نكونوا في حسن الظن ديال الجمهور المغربي. هذا المنبر كنشكر جميع الفنانين اللي شاركوا معنا، سواء الفنانه في التمثيل، الفنان في التوزيع، في الغناء. وطبعا هذه كانت واحد الفكره تاسست في الجزائر، يعني واحد الفنان جزائري الياس اللي كنشكروه من هذا المنبر، عطانا لا ميلودي والفكره. وطبعا السي كريم، الشاب كريم ديالنا اللي كان صاحب الكلمات. كريم من ليج البلجيكيه، جينا هنا باش غادي ان شاء الله نصوروا الكليب تاع الاغنيه ديال ليكيب ناسيونال. بهذه المناسبة تاع سيدنا رمضان نبلغ التهاني ديالي للشعب المغربي، ونتمنى ان شاء الله حظ موفق لليكيب ناسيونال في كاس العالم. والحمد لله، يعني كتشوفوا من بقاع المملكة البلجيكية كل واحد منين كان اللي السلام عليكم، تبارك الله عليكم، معكم الشيب البركاني. اللي بغيت نقول عواشركم مبروكة، ودابوغ كنشكر كاع لي زارتيست اللي راهم حاضرين هنايا على بلجيك. وهذا النهار راني فرحان بزاف اللي غادي نشارك في هذا العمل، هو عمل طيب اللي غادي يكون اغنيه جماعيه اللي يحضروا فيها الفنانين اللي عايشين في المهجر. الجاليه المغربيه مقيمه ببروكسل. هنايا في هذا النهار غادي نصوروا واحد الكليب لمسانده لاسود الاطلس، وحنا فرحانين ان شاء الله نطلبوا هذا الكليب ان شاء الله يعجبهم بزاف. وحنا رانا كما نقولوا فرحانين بزاف، غادي تكون اغنيه اول مره غادي نجمعوا الفنانين اللي عايشين في المهجر في بروكسل. بدايه كنشكر قناه اميرو 24 والسي سعيد سعيدي على هذه الاستضافه، وايضا كنبغي نوجه التحيه لهاد النجوم ديال بلاد المهجر على هذه الاغنيه اللي ممكن نعتبرها انها اغنيه وطنيه. وكنبغي نشكر ايضا الشابه مامي على واحد الكلمه قالت في حقها على ان هذه الفكره جات من الجزائر. هذا كياكد على ان كل يعني ما فرقته السياسات يجمعه الفن ويجمعه الفنانين، يعني لا حدود للفن ولا حدود للاحساس الصادق انه كيتجاوز كل الحدود. فكنساندوا المنتخب الوطني ان شاء الله، ونتمنوا له التوفيق في كاس العالم، وايضا كنساندوا المغرب في احتضانه لكاس العالم في 26. وايضا كنبغيو نفتحوا واحد نافذه الالتفاته لهذ المجموعه الفنيه ولهذ الوجوه اللي انا كنعتبرهم نجوم ديال المهجر ونجوم الاغنيه المغربيه في المهجر، اللي هما في الحقيقه اللي كيكونوا صله وصل ما بين الفنان المقيم في المهجر وما بين المغاربه اللي مقيمين هنا في المهجر. يعني هذه النافذه للمسؤولين المغاربه على انهم يعيروا واحد الاهتمام لهذه الاغنيه اللي كما كنقولوا كناكد انها اغنيه وطنيه بامتياز. شكرا. Je suis marocain, j'habite ici en Belgique. Je soutiens national, l'équipe nationale de Maroc. Voilà, on est là pour tourner le clip de tous les artistes marocains qui sont en Belgique, et on les soutient de tout cœur, et on soutient aussi l'équipe nationale qui joue en Russie, et voilà. Et on les soutient malgré que nous vivons en Belgique, on est tout cœur avec eux jusqu'en Russie, et nous leur donnons toute notre force et notre soutien. Mabrouk la Ramadan à tous les musulmans. Je soutiens le Maroc en 2018. Voilà, bravo. Vas-y.